النجم الشاب الاتحادي عمار النجار. ارحب بك عمار، مبروك، الف مبروك هذا الانتصار الهام في مسيره الاتحاد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء الحمد لله رب العالمين على هذا الفوز، مبروك لجماهير نادي الاتحاد، والحمد لله بارك لاخواني اللاعبين، قدرنا نقدم مباراه جيده وقدرنا نكسب 3 نقاط الحمد لله. في معطيات المباراه بالتحديد الشوط الاول تقريبا الاتفاق امتلك معظم اوقاته، الشوط الثاني الاتحاد سيطر سيطره كبيره. انتم كلاعبين للاتحاد قبل هذه المباراه قليل اللي رشح الاتحاد بصراحه للانتصار رغم ان الاتحاد نادي كبير، كيف تعاملتوا مع هذه المعطيات والحيثيات المباراه؟ يعني والله شوف بدايه المباراه احنا بدينا المباراه بدايه جيده، يعني كاول دقيقه كانت لنا هجمه خطيره، بعدين الاتفاق قدر يسجل وقدر ياخذ ثقه علينا اكبر. بالعكس انك تقول انه احنا ما كنا مرشحين، بالعكس نادي الاتحاد فريق كبير ومرشح في اي وقت انه يجيب الفوز. الحمد لله، يعني ممكن الشوط الاول ما ظهرنا بالشكل السليم وزي كذا، وثاني المدرب غير والفريق تغير بشكل عام في الشوط الثاني وقدرنا نجيب 3 نقاط. بكل تاكيد الاتحاد كبير ويبقى كبير، ولكن سؤالي بالتحديد عن النقص الكبير اليوم ايضا اللي عانى منه الاتحاد بالتحديد. والله شوف يعني هي ظروف، يعني ظروف صعبه تمر علينا، ايقافات اصابات، يعني مو اي لعيبه قاعدين يغيبوا، لعيبه نجوم كبار ولهم اثرهم في اثرهم الكبير في النادي ولا في الكره السعوديه. صحيح الظروف، بس وقت الظروف تبان الرجال. ليش توعد جماهير الاتحاد؟ اليوم الاتحاد يعاني على اكثر من صعيد، صعيد الاصابات، صعيد بعض القضايا، كثير من الامور، ايش تقول لجمهوركم؟ والله ان شاء الله احنا والجمهور والاداره نحط يدنا بيد بعض ان شاء الله ونقدر نساعد النادي يخرج من الازمه اللي هو فيها دي باذن الله، يعني انه الوضع يتحسن وباذن الله نسعدهم ان شاء الله. بفالكم مزيد من الانتصارات، شكرا لك عمار. الله يعطيك العافيه حبيبي. شكرا للكابتن عمار النجار لاعب نادي الاتحاد.